بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضراتكم هيثم شرف. هنتكلم بإذن الله في الحلقة دي عن الريسيبيان تايبس. عندنا 8 أنواع من الريسيبيانز، تعالى نتعرف عليهم سريعا وبعد كده بإذن الله نتعرف على واحد واحد فيهم باستفاضة، ونحاول نعمل العملي عن طريق الكونسول وعن طريق الشل. أول نوع اليوزر ميل بوكس، تاني نوع الريسورس ميل بوكس، تالت نوع اللينكد ميل بوكس، رابع نوع الميل كونتاكت، خامس نوع الميل يوزر، سادس نوع الديستريبيوشن جروب، سابع نوع الديناميك ديستريبيوشن جروب، تامن نوع البابليك جروب. طيب تعالى قبل ما أخش على نوع وأتكلم عليه بالتفصيل وأروح أعمله عملي، انا عايز اتكلم على حاجة مهمة جدا. عايز اعرف انا عملت ايه لحد دلوقتي، وانا فين دلوقتي، وانا محتاج اعمل ايه. اول حاجة احنا عملناها